محمد صلاح يغزو دراما رمضان، ورونالدو يحتفل على طريقة الكبير أوي، وشركة خليجية تسعى للحصول على ميلان الإيطالي. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. يكاد لا يخلو عمل مصري في رمضان لهذا العام من ذكر اسم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. مسلسل راجعين يا هوى من بطولة خالد النبوي بدأ بمشهد لمباراة يسجل فيها صلاح هاتريك ويردد بليغ بطل العمل مع الحاضرين أغنية مو صلاح The Egyptian King. أما مشهد صورة صلاح في غرفة بنات فاتن أمل حربي لنيلي كريم تصدر الترند بعد رفض زوجها في المسلسل شريف سلامة لوجود صورة رجل في غرفة بناته، لترد عليه فاتن: صلاح الحاجة الوحيدة اللي مصبراني. مسلسل مكتوب علي لأكرم حسني بدوره لم يذكر اسم صلاح في مشاهده الكوميدية من وقت لآخر، فقط عند التحدث عن أبطال الجمهورية، بل حظي بمتابعة صلاح نفسه، وأشاد نجم الكرة المصرية بأداء أكرم حسني في المسلسل من خلال رسالة خاصة يقول فيها: أنت جامد أوي أقسم بالله. أما في المسلسل السعودي الكوميدي استوديو 22 فقدم حبيب الحبيب شخصية صلاح وهو يجري مقابلة بعد المباراة بطريقة فكاهية. نبقى في أجواء نجوم كرة القدم ورمضان، هذه المرة مع لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، والذي تمكن بالأمس من تسجيل هاتريك ضد نورتش سيتي بالدوري الإنجليزي. حساب مانشستر يونايتد بالعربي على مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو الأهداف مصحوبا بأغنية مسلسل الكبير أوي من بطولة أحمد مكي، وتقول الكلمات: أنا الكبير، هو الكبير، فلوس وسلاح وسطو وجيش و3000 غفير، وصولا إلى إخلط كل دا كوكتيل يطلع لك الكبير. كرة الهاتريك لم تنم في أحضان رونالدو، بل أهداها النجم البرتغالي لجرناتشو جناح فريق مانشستر يونايتد للشباب. الشاب الأرجنتيني فرح بالكرة واضعا صورة له بصحبة كريس على إنستغرام معلقا: الأعظم في كل العصور، ليعلق له الأرجنتيني أغويرو وسط آلاف التعليقات: لأنك لم تلعب مع الأفضل بعد ليونيل ميسي. يبدو أن الاستثمارات العربية والخليجية لم تتوقف عند بريطانيا وفرنسا وإسبانيا في عالم كرة القدم، إذ أنها تبدو قريبة من الدخول إلى السوق الإيطالي عبر واحد من أعرق الأندية في أوروبا، والحديث عن إي سي ميلان. شركة إنفست كورب، والتي تأسست في البحرين عام 82، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط، تقوم حالياً بمفاوضات لشراء النادي الإيطالي، ويعتبر إي سي ميلان من أنجح الأندية في العالم، حيث حصد 18 لقباً على مستوى القارة الأوروبية والعالم كذلك.